وقونا بطاعتك، واجعلنا من خير من سعى إلى إرضائك يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. كما عودتكم من حين إلى حين بالتعريف ببعض سور القرآن الكريم. الآن إن شاء الله الرحمن سأنجز عمل على نفس المنوال فيما يخص سورة الشعراء. وما أدراكم الشعراء؟ هي مكية، نزلت بعد الواقعة في نبي تعالى. بعد آيات 197 تقريبا 224 حتى 227 هما نزلوا بالمدينة، نزلت على ما أعلم، والله أعلم. والصورة هذه أتت لتدعيم فكرة أن الوحي وحي، ليس بالعبث وليس بسحر وليس بقول لا يمت بسر إلى الواقع، بل فيه التوحيد، فيه الوعيد، فيه الوعد. وأوضحت بعض الآيات من مضمون رسالات بعض الأنبياء عليهم السلام، الأخوين الكريمين موسى وهارون عليهم السلام، إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، ولوط ابن أخيه عليه السلام كذلك، وشعيب عليه السلام، وصالح عليه السلام، وهود عليه السلام. مش بالترتيب، أنا أذكرهم مرة بالفائدة، هو نوريكم أني سورة الشعراء من الأفضل أن تفهموها بالطريقة هذه، ما تهمكمش العنوان فقط، لكن العنوان التنبيه لمخاطر الإيمان بالشعراء عموما، بل يجب تقريبهم ومحاربتهم وإفشال خططهم وتبعتهم في كلامهم اللي لا يمتد الى احكام الاسلام كمتنبي. انا زرع شويه وراء اصحاب الكراسي حتى يبدو ولايه بسيطه، هذا ليس يجمل التنبيه على ربي تعالى، يتوب عليه. وقال ما قال في المدح، هذا مطمع، لكن وقت يلقى الاخر من هو القاصر ما عندوش يعني هذا الشكل الكل حبس ده الوادي توريا، هذا من الحكام على التاريخ، شفت حاجه ولا تجيب منها لا زيد احنا نقول لك صح النوم كلك من عنده صح النوم افضل لك يعني مش تحل عينيك. وقال شويه الشريف العبد لو العصا معه ان العبيد انجاز الملكي، قال لي كفور. والتاريخ يقول عكس ما قالوا الافاق ذلك، قال لي اغلب العرب المغرورين يعبدوا عباده من دون الرحمه. راه مصيبه، راه مصيبه، راكم عندكم موروث خبيث، تراثكم مسموم مفعول به من طرف الشياطين الانس والجن، واللي طردكم من اسبانيا مش فسرت شعراءكم وعراءكم لي روبت العيد دو موفي زوغيور، شكون خرجكم منها؟ جنات وملك. الشيطان قال لأبينا عليه السلام لا يبلع، أنا رناه ولا بلاء، مش باليا فقط ولا بلاء وقريت ولا رزق، ولحد الآن اللي انحدروا من هناك لحد الآن يحملوا جرثومة إلى ما بعيد ربنا، جرثومة الصفحة من بني صهيون والكنائس التي عملت لهم هذا من الشيء بالعجب من الهوى. لماذا؟ لأنكم كنتم رحمن وما زلتم بالخيانة، لأنكم تستنوا من قبل المشوار. وشوفوا رقم برامجكم، حد ما تجي عاهرة تتخلي ولا تعالي عصافي لكوبريل أوفريل
كلكم تهبلوا. نعرف انكم حتى واحد عاقل ينسى ما قالوا مقبل من المعقوليه واليوم يقول الا الحق وما يحب الا النصح. يقول يا رب يكسبكم. قراوا القران. تقول له اصبع كل كلام من المصلحين. اصبع انا قل كلمة الناس. لا يا اخي ما الناس. هم الفاسق. هم هو مش فاسق. حاشاه. مفهوم؟ حاشاه. على كل حال ربي كلما ذكر نبيا كريما علم السبب جميعا من عاقب ذلك التكذيب والإساءة في غير حق عقبها دمار والعياذ بالله. كيف دمار الطوفان؟ سيدنا نوح عليه السلام موضوع في هذا قصت بعض منها ذكر في الشعراء. المفيد علاش تتعبوا؟ فماش تاريخ ولا تاريخ انتم مقصود منه الا تاريخ حتى تزيدوا ضلالة انتم ولي مش صدقوا فحنا نصدقكم. احنا فلوس مليانه من القران من اولي الحمد لله الرحمن الرحيم. ما نعطيونا عكس ما يقولوا اللي في الارض مطبوع حافيه طبقات الأرضية من جد من قبل الطوفان وأثناء الطوفان وبعد الطوفان وول أماكن اللي شقوا بنو إسرائيل 12 شق في البحر الأحمر جيبوا لنا ماء يقول عكس ذلك تجيبوا لنا سبحان الله. وهلا سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام حين استقرت تركيا على ما أعلم على الجنودية اعطيونا ما قلناش الاثر الله تعالى اللي ارسل بفضل الله بسم الله موسى ومنتهى مجرى امر سهل نهاية الدولة اللي كانت خلاف وقع في المكذبين المفسدين في الارض خلوا نجوا ربنا رضا عنه حضر لهم سيدنا نوح عليه السلام علموا اسرار وقت نهايه التقدم اسرار كان يبني هنا سفينه عن العقل التي الواح والاسر سر اي مسجد وبعد استدعاء القران الايه من سيدنا الرحمن عندكم ما زال عندكم كلام عندكم تقولوا تنصوا فيها فارغين وبرلين هو لا فانيتي تفلق فيكم هذا الشيطان وانتم وبرلين اللي بيسي كودي لونتا نو مي با افوار سبيا افوار دونك وجد ان دور دو توت رياليتي وجد بارفيتمون ديليرون اون بلان en plein esclavage de la part de Shaitan, le président, nous savons à l'intérieur de la